مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من موسكو الأستاذ في كلية السياسة الدولية في جامعة موسكو أليكسي فينينكو، ومن نيويورك المحلل السياسي أحمد فتحي. أهلا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ معك من موسكو سيد أليكسي. الرئيس الروسي اعتبر أن العقوبات التي تفرضها واشنطن تتعارض والمصالح القومية الأمريكية، وأشار إلى أن واشنطن تدفع بالتصعيد للنزاع الأوكراني. كيف تعلق؟ يمكن للقول أن لدى روسيا إجراءات للرد على هذه العقوبات. في الوقت الحالي روسيا حاولت ألا تتبنى هذه الإجراءات، ولكنها بإمكانها فعل ذلك. وسأتحدث عن الخطوات التي قد تتبناها روسيا ضد أمريكا. أولها تخلي عن التعاون في أفغانستان ووقف عمليات عبور حمولات الناتو إلى أفغانستان. الثاني الخروج من مشروعات المحطة الفضائية الدولية الآن ومباشرة، وبالتالي التخلي عن نقل الأمريكيين إلى المحطة الفضائية الدولية. الثالث التخلي أو الخروج عن معاهدة حظر الانتشار النووي، وبعد ذلك الخروج كذلك من معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية، وبعد ذلك نشر أسلحة تكتيكية في أوروبا الشرقية. هل ستجني من ذلك الولايات المتحدة أي شيء من هذا التصعيد؟ هذا سؤال كبير، ولا أتحدث هنا حول أن روسيا يمكنها تبني تقييدات تجارية للشركات الأمريكية، شركات الطبخ وغيرها من الشركات التي تنتج السلع واسعة الانتشار. وكذلك هنا يمكن أن نرى سيكون هناك ضرر كبير للشركات الأمريكية. هذا الضرر تحدث عنه مراقبون كثيرون. سيد أحمد، أنتقل إليك من واشنطن. باراك أوباما قال إنه خلفية هذه العقوبات هي السيناريو الذي تبعته روسيا في أوكرانيا وفي النزاع الأوكراني، ولكن كما سمعنا منذ بعض الوقت الرئيس الروسي اتصل بأوباما وقال له إنه على طرفي النزاع أن يوقفوا إطلاق النار حاليا. يعني روسيا كما قالت من قبل وكررت اليوم تريد الحل السلمي والسياسي للأزمة الأوكرانية. كيف تفسر هذه السياسة الخارجية الأوكرانية الأمريكية والتي وصفها بوتين أيضا بالعدوانية؟ في البداية قبل أن أبدأ أحب أن أتوجه بتعازي ودعائي إلى ضحايا الطائرة الماليزية التي سقطت منذ قليل في شرق أوكرانيا. أما في إجابة على سؤالك بالنسبة للسياسة الخارجية الأمريكية، لا يوجد يعني صورة واضحة بالأبيض أو الأسود كما يقولون، ولكن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إدارة الرئيس أوباما يجب ألا نراها في خارج سياقها. أولا هي مختارة بعناية لتأثير في قطاعات معينة من الاقتصاد الروسي. ثانيا هي لا تشمل تجميد للأصول، وأنا أرى أنه يوجد باب للمفاوضة هنا. هي ليست رمزية كحزمة العقوبات السابقة التي فرضتها واشنطن، ولكنها تتخطى إلى من البنوك والشركات الصغيرة إلى البنوك الكبيرة وقطاعات مؤثرة مثل قطاع الطاقة وقطاع الصناعات العسكرية. سيد أحمد، من مصلحة أمريكا اتباع هذه السياسة؟ هذا للأسف المقاطعة لا تؤتي بنتيجة وجميع الأطراف خاسرة. يعني الولايات المتحدة ستخسر نتيجة هذه الإجراءات، وكذلك روسيا ستخسر نتيجة هذه الإجراءات. ما أحب أن أشير إليه أن الاستثمارات الأمريكية في روسيا بخلاف قطاع النفط الذي يعني تستثمر فيه شركة إكسون موبيل وشيفرون بكثافة، الشركات الأخرى مثل جولدمان ساكس باعوا حصتهم في روس نفط منذ شهر ديسمبر الماضي. التمويل الخارج عن مدى 90 يوما يوجد عليه حظر. إذا رأينا الصناعات التي مقصودة في هذه العقوبات سنجد أنها تعتمد على التمويل طويل المدى وليس التمويل التجاري الذي في خلال، وهذا ما تناولته أيضا تحاليل اقتصادية بعد هذه العقوبات.
الأمريكية. سيد أليكسي، منذ الحرب الباردة ولم تمر المصالح الأمريكية الروسية بهذه الحالة من الأزمة ربما أو المقاطعة، ليس هناك مجال من الإصلاح برأيك، وخاصة بعد التصعيد الأمريكي تجاه روسيا اقتصاديا وسياسيا؟ لا يمكنني القول أن هناك شيء تغير في خلال العشرين عام أو أكثر من الأخيرة منذ الحرب الباردة، فما زالت البلدين تنظران إلى بعضهما البعض كخصمين. فأساس علاقتنا هو الردع النووي، وكما كان الحال في إبان الحرب الباردة وبعد ذلك في خلال 23 عاما الماضية، كنا ننظر إلى بعضين كدولتين خصمين على الرغم من علاقات الشراكة. هل سيتغير شيئا في العلاقات؟ أنا لا أعتقد ذلك، بل على العكس هناك نمو في علاقات الصدام بينهما. أما فيما يتعلق بسياسة العقوبات فيمكنني القول أن أقول هنا وأركز على طبيعها الرمزي، لأنها تتبناها بشكل في القطاعات التي ليس فيها بين روسيا وأمريكا علاقات كبيرة، فليس هناك علاقات كبيرة أو تعاون كبير في بين البلدين في قطاع الطاقة أو التعاون العسكري، لذلك لا أستطيع القول أن هناك تغيير في هذا المجال. نعم، لعودة فقط إلى موضوع أوكرانيا سيد أحمد، وقعت فاجعة اليوم بالفعل وهي هذه إسقاط طائرة الماليزية، على متنها كان يعني 295 راكبا وهم توفوا بجميعهم اليوم على عندما أسقطت الطائرة الماليزية. هذا التصعيد في الميدان في أوكرانيا كيف تنظر إليه واشنطن؟ ما زال الوقت مبكر لتحديد من المسؤول عن إسقاط هذه الطائرة، وهل هي نتيجة عطل في الطائرة أم أسقطت بالقوة. ما زال الوقت مبكر، ولكن على افتراض أنه لو ثبت أنه يوجد تدخل من أي الأطراف، فأنا أعتقد أن سياسة الولايات المتحدة ستتخذ منحنى آخر، وربما نرى إجراءات لم نكن نضع لها حساب في هذه المرحلة. نعم، وأيضا لا يمكننا أن نتحدث عن العقوبات الأمريكية دون الحديث عن العقوبات الأوروبية. يجب أن ننوه أنه يوجد، تفضل، العقوبات الأوروبية الشهر القادم أنجلا ميركل مستشارة ألمانيا أعلنت أنه سيوجد عقوبات، ولكن لا نعرف القائمة بالتحديد، ننتظر بنهاية هذا الشهر أن تعلن أنجلا ميركل وشركاء وأيضا سيد أحمد في موضوع العقوبات الأوروبية. هناك أسئلة تطرح، هنا أوجه سؤالي لسيد أليكسي من موسكو. سيد أليكسي، يوم أمس نشبت خلافات في أروقة الاتحاد الأوروبي، ضغوطات أمريكية على القادة الأوروبيين لفرض عقوبات على موسكو، وبعض القادة يرفضون فرض هذه العقوبات، لا يمكننا برأيك أن نتحدث عن استقلالية فعلية على مستوى أخذ القرارات في أوروبا؟ هذه الخلافات ظهرت ليس بالأمس، بل ظهرت منذ مطلع مايو بعد الأحداث الشهيرة في أوديسا، بعد مأساة أوديسا، حينها ظهرت بعض القوى في الاتحاد الأوروبي التي تعارض فرض العقوبات ضد روسيا وتدعو لانتهاج الاتحاد الأوروبي سياسة مستقلة عن الولايات المتحدة. الآن في هذه النزعة تزيد في الاتحاد الأوروبي، والمذكرة التي وقعت بين فرنسا وبريطانيا في يوليو حول سعيهما للوساطة في الأزمة الأوكرانية، لذلك أعتقد أن الاتحاد الأوروبي ينتهج تكتيك مزدوج سواء بمسألة فرض العقوبات ضد روسيا، ومن الناحية الأخرى على حد علم فأن الدبلوماسيين الأوروبيين يسعون لسبل تسوية الأزمة ويسعون لصياغة صيغة للتبادل المشترك وللتنازل. أعتقد أن الاتحاد الأوروبي سيسير في هذين النهجين. نعم، فلنعود إلى الموضوع الأوكراني لأنه مرتبط مباشرة. سريع، تفضل سيد أحمد. لو سمحت لي بتعليق صريح حول العقوبات الأوروبية المنتظرة، أنا شخصيا لا أتوقع أن تكون العقوبات الأوروبية قاسية أو مؤثرة، ولكن ستكون رمزية للغاية. يجب أن نتذكر دائما أن حجم التبادل التجاري أو العلاقات الاقتصادية بين أوروبا وروسيا هي 10 أو 15 أضعاف ما هي بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.
ثانيا بالنسبة للطاقة، روسيا هي المورد الأساسي ل30% من احتياجات الطاقة في أوروبا، وخاصة في الدول الصناعية الكبيرة مثل ألمانيا وإيطاليا. وهنا يمكن أن نفسر لماذا كان الخلاف في داخل الاتحاد الأوروبي حول العقوبات على روسيا، وهو الموضوع الأوكراني مرتبط مباشرة بهذه العقوبات وبالسياسة الخارجية الأمريكية على الأقل بجزء منها. سيد أليكسي، كيف يمكن أن تقيم المرحلة القادمة، الوضع الميداني في لوغانسك ودانيتسك إلى تأزم بعد اقتحام القوات الأوكرانية لمدينتي كراماتورسك وسلافيانسك، وموضوع الطائرة أيضا الذي شهدناه اليوم؟ كما ترين فإن الوضع في الشرق خلال الأيام الأربعة الأخيرة بدأ في التغير، وتنتشر شائعات متناقضة بأن القوات الأوكرانية تتخلى عن مواقعها وتنسحب من مواقعها في هذه المناطق. ولا يمكنني القول أن هذه نقطة تحول، ولكن الفعالية التي كانت ترغب فيها كييف بعد احتلالها لكراماتورسك ولوغانسك لم تحصل عليها، بل العمليات تتصاعد، ومن صعب للغاية احتلال المدن المليونية، ومن الصعب كذلك التكامل قوات روسيا في مثل هذا الوضع. لذلك فإن كييف هنا تقف أمام حيز نفسي هام، لأنه من الصعب الاقتحام، وكذلك عدم الاقتحام سيؤدي إلى إعادة توزيع القوات. أما فيما يختص بالنقطة السياسية أو الجانب السياسي، أعتقد أن كييف تسعى لأن تكون كييف سياسة معتدلة، وخاصة في إطار موقف باريس وألمانيا. ولا أعتقد أن الولايات المتحدة، وأما فيما يتعلق بالطائرة فلا أعتقد أن كييف والولايات المتحدة ستحاول استغلال ذلك لمعاداة روسيا، وسيحاولون اتهام روسيا واتهام قوات الدفاع الذاتي بإسقاط هذه الطائرة. ولذلك علينا أن نكون حريصين للغاية في متابعة هذه المسألة. طيب سيد أليكسي، الرئيس بوتين تحدث بموضوع الطائرة اليوم، وأيضا قال أنه يجب على جميع الأطراف أن توقف إطلاق النار. إلى أي حد هذه الحادثة الإنسانية، هذه الفاجعة التي حصلت اليوم، يمكن أن توجه رسالة إلى جميع الأطراف بالفعل؟ باختصار شديد لو سمحت. مفتاح الحل السلمي ليس في موسكو ولا في كييف، بل في باريس. إذا ما قامت باريس بالضغط على كييف ودفعها لتوقيع تبني خطوات سلمية، إذا ما رأت كييف إيجابية في خطوات الاتحاد الأوروبي. أما فيما عدا ذلك فأعتقد أن الصراع العسكري سيتزايد وسيتصاعد. نعم، وهو بهذه الفكرة نختم مع السؤال الأخير لك سيد أحمد. إذن كما سمعت من سيد أليكسي، النزاع الميداني والعسكري في تزايد وفي تصعيد دائم. إذن يمكن أن نقول أن العقوبات مستمرة أيضا من قبل أمريكا، وهذه السياسة مستمرة؟ حتى الآن العقوبات مستمرة، وإن كنت أختلف مع ضيفك الكريم من موسكو في بداية اللقاء أن من الممكن أن روسيا تنسحب من معاهدة حظر السلاح الكيماوي والنووي إلى آخره، أن التصعيد والعودة إلى أجواء الحرب الباردة وسباق التسلح رأينا أن مع تطبيقه كيف كانت نتائجه. وبالتالي أنا في حالة شك شديد أن الاتجاه من جانب الطرفين سيكون في هذا الاتجاه. شكرا جزيلا لك من واشنطن، من نيويورك عفوا، المحلل السياسي أحمد فتحي، وأيضا من موسكو أشكرك الأستاذ نيويورك في كلية السياسة الدولية في جامعة موسكو أليكسي فرينكو، شكرا لكما.